إزالة الحواجز الجمركية في أوروبا جاء لمصلحة الكثيرين كالشركات الألمانية التي تبحث عن المزيد من الكوادر المهنية، كهذا المهندس الروماني الذي درس على نفقة بلده لكنه يعمل ويدفع الضرائب في ألمانيا. قرار الهجرة إلى ألمانيا لم يكن سهلا بالنسبة إلي، خاصة وأني تركت أسرتي في رومانيا. شهدت السنوات الأخيرة حركة نزوح قوية من قبل سكان أوروبا الشرقية باتجاه ألمانيا بلغت 17%، والبولنديين 11%، والبلغارين 5%. رئيس المعهد العالي للاقتصاد والحقوق بيرند رايسرت منكب على دراسة ظاهرة الهجرة داخل أوروبا، وهو يعي جيدا مخاطر هجرة العقول. ما من شك أن هجرة العقول تمثل خطرا يستنزف طاقة البلد المعني بالأمر، كما يؤثر سلبا على فرص نموه، لكن من حق الأكاديميين الهجرة من ناحية أخرى، وذلك عندما لا يجدون فرصا للعمل في بلدانهم. رفع القيود على حركة المواطنين داخل بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك تبعات الأزمة المالية أدى إلى ازدياد حركة نزوح الأوروبيين، وقد انتشرت ظاهرة هجرة العقول من بعض بلدان جنوب أوروبا، فقد هاجر عدد كبير من الإسبان واليونانيين إلى شمال أوروبا. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسرع في دعم بلدان جنوب أوروبا حتى تتمكن من تجاوز أزماتها الاقتصادية، وخاصة تلك التي تتعلق بقطاع العمل، فإذا ما هجرت اليد العاملة فسيصبح من الصعب إصلاح الأمور. أنشأ الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي صندوقاً خاصاً بمكافحة البطالة في أوساط الشباب. ألمانيا مهددة بدورها بظاهرة هجرة العقول، خاصة في صفوف الأطباء الذين ينزحون بشكل ملحوظ إلى سويسرا مثلاً نظراً لظروف العمل المريحة والرواتب المغرية. فحتى قبل إجراء الاستفتاء بشأن الهجرة بلغ عدد المهاجرين الألمان السنوي إلى سويسرا 21,000 شخص، في حين لم يناهز عدد النازحين إلى النمسا 11,000 وإلى المملكة المتحدة 8,000 شخص. وبالرغم من ذلك يقول الخبراء إن هجرة العقول ما زالت في بدايتها وإن القادم أعظم.